كنت بتحب سليم يا حمزه؟ سؤال ما يطلعش منك، سؤال ما اعرفش تقصد بيه ايه ولا بتسأله ليه. صاحب بيته، حبيته قوي كمان، حتى لما زعلت منه كان زعل علاقة حبي ليه. أنا وسليم كانش في حد أقرب لينا من بعض، كان سرنا مع بعض ومجينا مع بعض، ضحكنا مع بعض، حتى بكانا كنا نبكي مع بعض، ليش حد يشوفنا عشان كنت من أعلم البكاء. حتى لما حبينا نفس البيت. ايوه حبيته هو اكتر ولا هي يا حمزه؟ حبيته هو اكتر ولا حبيته هو اكتر ولا ايه يا حمزه؟ حبيب المهم نجيب طاره الاول، بعدين نبقى نكمل الحكي بعدين. هي حبيتها هي اكتر وفارقت اخوك عشانها، وده اللي خلاني امرت بقتلها. ما كنتش عايز يحصل فيكم كيف ما حصل فيه، حبيتها اكتر من نفسك. كيف ما انا حبيت جليل اكتر من نفسي واكتر من اي حد، وفي الاخر كسرتني وبعتني وراحت لخير. لما امرت بقتل فاطمه كنت بحميك انت واخوك من قلوبكم، كنت عايز اوجعها، اشيل منها الحب، افضي منها الشوق، كنت عايزكم بعدها تعرفوا تعيشوا. ما حصلش فيكم كيف ما حصل فيا مع جليلة. بعد كسرتي من جليلة أنا كنت ميت، ميت بعيني مفتحة والخلق فاكرين وعايش. لما أمرت بقتل فاطمة كان حب ليك مشكورة، وبرضه كان حب لأخوك مشكورة، بس اللي جالي منك بعدها ما كنتش مستني. لما جيتني المركز شفت في عينك بصت على السقف الغريب، أول مرة أحس إنك مش ولدي، أول مرة أحس إنك ولده هو محمل بخصله. حسيت ساعتها إن كنت بربي والده على السقف الغريب عشان يكبر ويعضني. عارف يا حمزة، الناس لما بتشتم حد بتقول عليه كلب، بعد الكلب وافي وما بيعضش صاحبه، ولما تمدح حد بتقول عليه أسد، عند الأسد خسيس كيفك وكيف أبوك. الأسد لو جاع بياكل صاحبه، مش بس يحضه من هنا ورايح. اللي همدحه هقول عليه كلب، واللي هشتمه هقول عليه كيف الأسود أو كيف عساف حمزة الخليل.